طيب خليني اقول لحضراتكم انه كاس السوبر بقى اهلاوي، توج النادي الاهلي للمره ال 13 في تاريخه بفوزه على بيراميدز بهدف دون مقابل في المباراه اللي كانت شغاله على ملعب محمد بن زايد في ابو ظبي. وباللقب ده الاهلي بيتربع على راس اكثر الانديه حصولا على البطوله برصيد 13 لقب. المباراة كانت صعبة، المباراة يعني كانت شهدت شوطين إضافيين بعد الوقت الأصلي، تمكن الأهلي في الشوط الإضافي الأول إنه يحرز هدف الفوز من خلال ضربة جزاء نفذها علي معلول بنجاح. يعني ببارك طبعا لكل جماهير النادي الأهلي، وإن شاء الله يعني الجماهير اللي كانت مالية الاستاد وشكلها يفرح دي تكون سعيدة وبتحتفل، وأكيد يعني الأجواء في أبو ظبي أجواء عظيمة وأجواء مصرية خالصة، ويعني الشباب والأطفال والبنات اللي مسافرين من دول تانية علشان يجوا يحضروا الماتش يعني يكونوا مستمتعين. والحقيقة أن جمهور النادي الأهلي كان مسيطر في الاستاد النهاردة في استاد محمد بن زايد، لأنه طبعا بعد التذاكر اللي رجعت على إثر اعتذار نادي الزمالك عن المباراة اشتروا أكتر تذاكر جماهير النادي الأهلي، فكنا شايفين المدرجات مليانة جماهير النادي الأهلي. ألف مبروك لكل جماهير النادي الأهلي. هيكون دلوقتي معانا من الإمارات الناقد الرياضي هاني عبد الصبور. مساء الخير عليك، وطبعا يعني ببارك للنادي الأهلي على هذا الكأس، ويعني انقل لنا كده الأجواء من ملعب محمد بن زايد، وقول لنا أخبار يعني كل المباراة. و في لعيب مغمى عليه بيقولوا لي في الكنترول من النادي الاهلي، لو تطمنا مين اللعيب؟ اهلا بك استاذ هدير، واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل سقط محمود متولي مدافع النادي الاهلي على الارض عقب نهايه المباراه. اللعيبه كلها جريت على الطاقم الطبي وجريوا عناد الاسعاف وسيارات الاجهزه الطبيه نزلت على طول لارض الملعب، بس الحمد لله كده بعد لحظات صمت استمرت لدقائق في ملعب محمد بن زايد والقلق على وجوه الجميع، خلاص طمنونا الدكاتره، احنا شايفين قدامنا في ارض الملعب ان اللعيبه والدكاتره يطمنونا ان محمود متولي مدافع الاهلي بقى سليم وما فيهوش حاجه، ودلوقتي يكمل باقي الاسعافات الاوليه اللي بيخضع ليها، واكيد هيتوجه لاحدى المستشفيات القريبه عقب نهايه المراسم الاحتفال للاطمئنان عليه. لكن اللاعب قام وقف على قدمي اهو، وخلاص الجمهور لو حضراتكم متابعين معايا الجمهور حتى بيحيي محمود متولي وبيحيي الاجهزه الطبيه اللي قامت بدور كبير جدا، يعني كان حاله من القلق لدرجه ان الناس كانت بتجري ارض الملعب بتقول اسعاف بصوت عالي محمد الشناوي مصطفى شوبير، لكن محمود متولي قام اهو خلاص وراح يحيي الجمهور حتى الحمد لله، الحمد لله وقف على رجله الحمد لله ان احنا اطمنا عليه كامل. بشكل كامل خلاص مفيش اي حاجه الحمد لله. نتمنى طبعا في البدايه السلامه لكل لاعبتنا، اي لاعب كلهم يعني كلهم نجوم، نتمنى لهم السلامه جميعا. بكل تاكيد الاشواط الاضافيه يمكن كانت فيها يعني شد كده ومشاحنات بين اللعيبه. شايفنا يعني بعد هدف كهربا تحديدا بعد ما حصل كهربا على ركله الجزاء اللي نجح علي معلول في تسديدها، شفنا بقى يعني ده شد وجذب ما بين اللعيبه، اشتباكات علي معلول، هتافات ضد رمضان صبحي، اعتراضات من الجهاز الفني لبيراميدز على التحكيم، شفنا برضو يعني كان في مع ان كان في اشادات بطاقم التحكيم وهو طاقم مصري، اشادات من اول اليوم والناس سعيده بهذا الطاقم المصري، وانه اختيار طاقم مصري بيدل على قد ايه اتحاد الكوره واثق في انه احنا عندنا حكام يقدروا يديروا مباراه زي دي. خليني اقول لحضرتك ان حتى يعني الاعتراضات اللي حصلت على التحكيم اعتراضات مشروعه، يعني في نوع من الاعتراضات مشروع وفي غير مشروع. في اعتراضات مشروعه لم يتجاوز خلال الاعتراضات لم يتجاوز حد الادب زي ما بنقول، اعتراضات كلها مشروعه بتحصل في كره القدم. خلاص زي ما بقول لحضرتك هو محمود متولي اهو خارج على احدى السيارات، توجه به لسياره الاسعاف للاطمئنان عليه بشكل اكبر، حتى يعني لاعب من النادي الاهلي هو اللي بيسوق عربيه العربيه ورايح بين الجمهور، عفوا ده مش رايح يخرج فيه، فرايح بين الجمهور الناحيه الثانيه عشان يطمنوا لان كان سقط كده عند جمهور. طيب الحمد لله ان احنا طمنا عليه، دي اهم حاجه. راح بيه الناحيه الثانيه عشان يطمن عليه الجماهير، لاعب من النادي الاهلي بيلف بيه الملعب. جماهير النادي الاهلي عامله ايه بقى دلوقتي بعد الفوز، ويمكن يعني كانوا على اعصابهم طول المباراه؟ هاني انت لسه سامعني؟ طيب انا بشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي هاني عبد الصبور، ويعني ببارك لكل جماهير النادي الاهلي ولكل جماهير الكره المصريه النهارده على مباراه السوبر، وهنتابع مع حضراتكم اجواء التتويج بلقب السوبر واللي فاز بيه النادي الاهلي على نادي بيراميدز في ملعب محمد بن زايد بابو ظبي.